يا شرف، ايه الاخبار؟ قلت اعدي عليك قبل ما امشي. في جديد؟ اه، دي الصور اللي جبناها من كمبيوتر فرح الترابيه لحد دلوقتي. تقلي لازم تشوف الصوره دي. محمود بيت طنبيلي يقول لك انا معرفش حسام، قابلته مره مرتين، ده الراجل متصور معايا يجي 20 صوره. محمود بيت طنبيلي شكله هيبقى وحش قوي. لا مش بس كده، ده في حاجه كمان هتعجبك قوي. اتفضل. فجاه في قضيه شباب الاتجار في البحر الاحمر، الارض ملك رجل الاعمال محمود الطنبيلي. الخبر طلع من النيابه. حسام اتكلم. مش مهم، المهم ان محمود الطرابيلي دلوقتي اتكشف خلاص، واي حاجه عنده لازم يقر عليها.